مثلا، وشكرا لكم على المتابعة ديالكم والتغطية ديالكم للبطولة الوطنية لألعاب القوى برسم الموسم الرياضي 2021-2022. هذه البطولة الوطنية اللي تتعرف مشاركة حوالي 40 نادي وجمعية منضوية تحت لواء الجامعة، ومشاركة حوالي 400 عداء وعداء من خيرة الأبطال، لأن هذه البطولة تجي من بعد الثلاثة ديال الملتقيات وكأس العرش اللي من خلالهم تم التأهيل ديالهم النهاية ديال البطولة الوطنية، وخصوصا أنه تتعرفوا هذه البطولة تجي كذلك كمحطة لتحديد المنتخب الوطني الذي سيشارك في الملتقى السادس لألعاب القوى، ملتقى مولاي الحسن، واللي تيدخل في ضمن الجائزة الكبرى. فبالتالي غادي يتم تحديد العدائين والعداءات اللي غادي يمثلوا المغرب في ملتقى مولاي الحسن لألعاب القوى. هذا الملتقى اللي تيدخل في الجائزة الكبرى واللي غادي يعرف مشاركة خيرة الأبطال في العالم، أكثر من 25 دولة اللي غتشارك فيه من أربعة ديال القارات من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، واللي الحمد لله الجامعة وضع واحد الاستراتيجية ديالها على أساس إعداد المنتخبات الوطنية اللي غادي تشارك بالنسبة للمنتخب المغربي اللي غادي يشارك في هذا الملتقى، واللي تنظموا معسكرات لا على مستوى المركز الرياضي ديال بورغون ولا على مستوى المعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد اللي كاين في سالة. فكما لا يخفى عليكم أن المغرب معروف بالنتائج الحمد لله التي حققوها العدائين ديالنا والعداءات ديالنا في ميدان ألعاب القوى، وإن شاء الله غادي تكون محطة مهمة ديال الملتقى ديال مراكش، ملتقى مولاي الحسن، واللي من خلاله غادي كذلك يتم تحضير المنتخب الوطني اللي غادي يمثل المغرب في بطولة العالم اللي غادي تكون في يوليوز 2023 بمدينة باريس الفرنسية. نعم، هذه مجموعة ديال الرياضات اللي كتقوم بالإشراف عليها السيد الرئيس، اللي واش ما كتشكلش لكم واحد النوع من الثقل التنظيمي، كرة القدم، ألعاب القوى، كرة السلة، التنس، يعني إلى أي حد أنكم أنتم شنو هي الاستراتيجية ديالكم من أجل إنجاح وبوتقة هذه الرياضات كلها في قالب واحد؟ وهذه الخصوصية ديال الرياضة ديال الأشخاص في ذوي الإعاقة على مستوى الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في ذوي الإعاقة، أن الجامعة ديالنا تضم 10 ديال الرياضات المختلفة، فيها رياضات فردية ورياضات جماعية، والحمد لله بمساعدة وزارة الوصية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحمد لله احنا تنحاولوا نتغلبوا على هاد المشاكل، ولكن هذه هي، والحمد لله اننا ثبتنا الرياضه لا على مستوى العاب القوى ولا على مستوى رياضات اخرى ككره القدم للمبتورين للمنتخب الوطني تاهل بطوله العالم اللي غادي تكون ان شاء الله في اكتوبر المقبل بتركيا، ولا على مستوى رياضات اخرى كرفعات القوى وكره الكراسي والبوتشيه اللي مأهله الرياضات البوتشيه اللي تاهلت البطوله العالم اللي غادي تكون في دجنبر المقبل بالبرازيل. من طبيعه الحال هاد المجموعه ديال الرياضات خصها مصاريف ديالها، خصها التكلفه ديالها. هذا هو السؤال، يعني شنو هي الصعوبات وشنو الدور ديالكم كجمعيه من اجل تيسير العمل ديال هاد الرياضه؟ وحنا الدور ديالنا من طبيعه الحال وهو البحث عن موارد ماليه من اجل التغلب على هاد المصاريف، ومن طبيعه الحال كاين بعض العراقيل، ولكن لابد من هاد العراقيل باش نزيدو نخدمو، لان الطموحات ديالنا تتكبر، والحمد لله راه تنحاولوا اننا نتغلبوا على هاد المصاريف المتعلقه لا بالمشاركات ولا بالاعداد، لان ما كاينش غير المشاركه راه تجي اخر حاجه، ولكن الاعداد اللي تطلب امكانيات كبيره، وخصوصا في الجائحه ديال الكوفيد، لان تتعرف جميع المنشات شويه غلات من ناحيه ديال الاقامه والتغذيه وكذا والتنقل، وبالتالي هذا تزيد تقل الكاهل ديال الجامعه، ولكن ان شاء الله بتضافر الجهود لا الوزاره الوصيه ولا الجامعه ولا الشركاء ديال الجامعه باش نتغلبوا عليه، وان شاء الله دائما يكون النتائج ديال الرياضه ديالنا في المستوى العالي وتمثيل المغرب في المنافسات الدوليه احسن تمثيل.